لازالت المياه القذرة تصب بشواطئ الكورنيش الغربي لولاية وهران، وقد وقفت جريدة الجمهورية على الوضعية البيئية بشاطئ كوراليز الذي يتواجد به المشكل لأزيد من 10 سنوات. تشوف خويا هذا التيو هذا راه في 10 سنين جات لاميري وجاو والو، قاعد غير هو رحمة على الوالدين. لا السيد الوالي هذا يدير فينا بليزير يقطعوه، راه فيه الزيغو راه فيه 100 و200 حاجه، راه فيه مرض كبير هذا الزيغو. اش راه يصير عندك المرض كبير؟ راه يصير يروح للبحر وبناتنا وولادنا يعوموا في هذا الماء في البحر، شايله المرض على راسه. السلام عليكم. عندك خويا هذا راه دايرنا هنايا وولادنا يعوموا وخواتنا يعوموا كاع، مسخنا البحر والحوت وكاع، الناس راهي تعوم هنا في الصيف، بزوج صغار ما يعرفوش يعوموا فيه وكاع، الا يديروا لنا حل في اسرع وقت. بصح علينا يهمنا اكثر هذا التلوث هذا تاع المياه تاع المياه تاع الصرف، هذه المياه تاع الزرب هذه راهي تلوث لنا في البحر، تلوث لنا في البيئه، وماشي مليحه لا للصحه لا تاع الساكنه ولا للبحر ولا على الثروه الحيوانيه البحريه هذيك. ونفس الوضعيه منذ عشرات السنين بشاطئ الاندلسيات الذي تصب فيه مياه الصرف الصحي. بالموازاة يخلق الامر صوره مشوهه لشواطئ الكورنيش. هذا زيغو هنا خوتي كما راكم تشوفوا، سياحة فيها زيغو. هنا الشعب يجي بحر يشم من ريحة حاشاك زيغو خنز كارثة، راهي كاين تشوفوا راهم ينقوا فيه وكاع كل عام وكيما هكا. راه عندنا واحد المشكلة هنايا في الشاطئ الأندلسيات، راه عندنا واحد المشكلة تاع الصرف الصحي، راكم كما راكم تلاحظوا هذا تسمى هذا تلوث. وما حنا رانا ولاد البحر، حنا كيما نقولوا حنا صيادة، وهذا راه يسبب خطر كبير للحوت باسكو تلوث البيئه، هذا راه كيما نقولوا يجيب لنا موس تلوث البيئه. هذا المامون كيما نقولوا حنايا باش باسكو هذا الشاطئ الاندلسيات راه شاطئ كبير وشاطئ معروف، فهمني هنا عندنا في وهران في لاكورنيش، باش ديروا له حل، فهمني باش ديروا له حل. وعن هذه الوضعيه يصرح رئيس بلديه العنصر بالنيابه. والماء اللي راه يجي من تما كاين هذاك تاع المياه القذره تاع قريه سيدي حمادي وقداره، ورانا دايرين لهم مشروب باش يديروا لهم لي ستاسيون تما كاين. وتوجور كيجي الشتاء يوقع فيضان، يجي من سيدي حمادي من قداره من التوارس من الاخر من على بوتليلي سي قرشتاني، هادو كاع يكبوا تما كاينه ويجي ثاني تاع واد الدرادير منا تاع العنصر ثاني يهود تاع الجبل ثاني يجي هكا على المسيله كاع يهود على واحد الوادي ولا واد الدرادير ويهود، هادو كاع يكبوا ثاني في الجهه تاع البحر اللي منا ثاني كاع يتلاقوا تما ويكبوا. نقولوا كان يعطي منظر غير ملائم الجهه البحريه. قمنا بالواجب ودروك رانا كما شفتوا انتم اليوم جيتوا تما في وقتكم، درنا قمنا بعملية تانية كذلك تاع التنظيف تما كاينة، ورانا شاك فوا رانا معاها، كي الرملة كي لي سبلانات كي أي حاجة رانا معاها، ودروك رانا نخوو فيه، باغي نخوو باغي نقيسوه ونعاودو نردموه كاع تما كاينة ونحطوه تما. حنا رانا في الميدان ودرنا حنا نقولو بعد الخرجة الميدانية هذه على مستوى اختلاف كسمو النقاط انطلاقا من قرية سيدي حماد إشكال. والتوصيات اتخاذ الاجراءات اللازمه ضد مركز الرد السيتي وعدد من المواطنين من طرف مكتب النظافه والنقاوه لبلديه العنصر، اعداد بطاقات تقنيه من طرف مقاطعه الموارد المائيه مع التنسيق مع مؤسسه سيور في هذا الشان لتفادي تدفق شبكه الصرف الصحي لقريه سيدي حمادي والعنصر ومياه الاحواض بواتسالا، استغلال منابع طبيعية المارة بالأراضي الفلاحية من طرف شركة سيور، وضع حد لتدفق مياه الصرف الصحي من محطة ضخ مياه على مستوى واتسالا. هذه هما الإجراءات اللي اتخذناها في هذا الشأن هذا.